السلام عليكم. نحن المدارس السورية الهيئة التربوية بلبنان. بشكر كثير الإدارة وشيخنا الفاضل عبد الواسع شمسي باشا لدعمه لنا للمعرض اللي نحن قمنا. والمعرض نحن مثل ما نكون شايفين كله إنتاج طلابنا بالمدارس السورية، كان بالبيان ولا بالحنان. تعبوا كثير معنا وفي كثير أشغال حلوة كله إنتاج يدوي، وخلال السنة صرنا من أول العام عم نحضر لهذا المعرض وان شاء الله ينال اعجابكم. وشكرا لكم كثير، وشكرا للاستاذ تيسير والاستاذ مجد ولكل القائمين على المعرض وتعبوا معنا، وشكر خاص للانسه منى الجودي بتعبها معنا. والحقيقة في هذه الزيارة، في هذه الصبيحة المباركة إلى هذا المكان الطيب، رجعت بي الذكريات إلى الأيام الأولى، الأيام التي كان فيها ربط حقيقي بالثورة، بالبلد، بحمص، بحما، بحلب. الهم الذي كان في تلك الأثناء وتغير للأسف قليلاً عند البعض، رأيته اليوم ها هنا في عيون الأطفال التي تتعلم، وفي التفاؤل هذا الذي نراه الآن. إنه لمن دواعي سروري أن أزور هذا المعرض الجميل، هذا المعرض الذي كثفت فيه الجهود من قبل الطالبات ومن قبل الطلاب ومن قبل الأستاذتين الكريمتين الأستاذة روعة الطويل والآنسة رغد الدلال. حقيقة إنه لمعرض رائع جدا، كل لوحة فيه تحكي قصة طويلة، كل لوحة فيه تنم عن ذوق جميل، ذوق تمتعت به الأستاذة المشرفة على هذا المعرض، وتمتعت به أيضا الطالبة
أو الطالب الذي قام بصناعة تلك اللوحة أو تلك. فشكرا من الأعماق لكل الذين نظموا هذا المعرض، وعلى رأسهم الأستاذ المدير العام الأستاذ تيسير، ومعه الإخوة الكرام الأساتذة رؤساء الأقسام، إضافة إلى جميع المعلمين والمعلمات. لهم مني خالص الشكر والتقدير، وبارك الله بجهود الجميع، وعلى أن يكون هناك معارض ومعارض في سوريا الحبيبة. ننتظر هذا بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. لا أنسى جهودا مضنية بذلها الأستاذ مجد عيون السود، بارك الله به وبجهوده في الهيئة التربوية التعليمية في لبنان، والأستاذة فدوى القاق رئيسة قسم البنات في مدرسة الحنان. وكما رأينا إن أميز لوحة في هذا المعرض هي ساعة حمص الجديدة، تلك الساعة التي كانت في يوم من الأيام هي رمز للثورة السورية المباركة، وستبقى رمزا بإذن الله، وسنعود إليها إن شاء الله تعالى، نتحلق حولها ونهتف: ما لنا غيرك يا الله، ما لنا غيرك يا الله. من جملة اللوحات الرائعة تلك اللوحة التي نراها، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على ذوق جميل جدا جدا، وعلى لمسات فنية تمتعت بها الأستاذة المشرفة على هذا المعرض. وإن كان هناك لوحة أخرى، فهذه اللوحة تعتبر من أجمل اللوحات في هذا المعرض، مما يجدر الإشارة إليه أن هذا المعرض تم خلال فترة قصيرة يؤخذ فيها بعين الاعتبار أن هؤلاء الطلاب والطالبات عندهم دراسة وهم مشغولون في مدارسهم.